تحت رعاية المكرم الشيخ الدكتور سالم بن سليم بن صالح الجنيبي، وبحضور سعادة الشيخ عمر بن علي بن سليم الجنيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلة، وشيوخ وأعيان وأهالي محافظة الداخلية، نظمت جمعية بهلة للفروسية وبالتعاون مع دائرة البلدية بالولاية عرضة الخيل التقليدية، وذلك ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك. بدأ الحفل بالسلام السلطاني، بعدها استأذن الفرسان راعي الحفل لبدء الفعالية. استأذنكم لبدء عرضة الخيل التقليدية، فهل تأذنون لنا؟ والتي افتتحت بمحور بالخيل. هذه عمان أرض السلام، الله أكبر، فيها المعاني لا تضام، الله أكبر، وفيها الهمام يخلف همام، الله أكبر، والرب يفعل ما يريد، الله أكبر، أحمد رب العالمين، الله أكبر، واجب على كل المسلمين، الله أكبر، نبقى جيوش صامدين، الله أكبر، وعزومنا تسمو تزيد، الله أكبر، لن ساقت الهيجا قهوب، الله أكبر، فرسان بن طارق زهوب، الله أكبر، بخيولنا نطوي الدروب. امتزج ذلك بقصائد شعرية من أبناء الولاية، حيث أنشدوا بأجمل الأبيات في حب الوطن وعرفانا للقائد المفدى حفظه الله. البحار وكان لهم قلب عزم يصد العدا، سمعت باسمك يا إلهي خالق عظيم موجد الأوطان. كما صاحب الحفل مجموعة من الفنون الشعبية المغنى قدمتها فرق الفنون الشعبية بالولاية. الحماس كان حاضرا في أشواط سباق الخيل العربية الأصيلة، منها الخاصة بالولاية وأبناء المحافظة، وشوط مفتوح لجميع ولايات السلطنة. اتسم الحفل بالحماس والإثارة بجميع فقراته، وكانت هناك فقرة خاصة لسحب القرعة للكبار والصغار والفرسان المشاركين. وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الراعية والفرسان. كما قدم الفرسان هدية تذكارية لراعي الحفل. دامت دياركم عامرة بالفرح والسرور. محمد بن سالم العامري عن مؤسسة عمان ميديا للإنتاج الفني.